ايوه ايه ده جدع في ايه الحق. طب شكرا يا ابن عم. هنروحوا فين النهارده؟ رحت ابو قير انت؟ طيب ابو قير دي نمره واحد. كنا بنتكلم على اصل الكلمات، فبنتكلم على اصل الكلمات، الكلام الاسكندراني. لو كلمه مشروع مثلا، ايه بدايتها واصلها ايه؟ بدايتها كاي مشروع بيبدا، يعني اي واحد بيعمل مشروع بيسميه مشروع، يا ينجح يا يفشل. ما مش عارفين بقى، هو اتولدنا لقينا اسمه مشروع، وفي عندنا اسمها حاجه اسمها تنايه. هي اصلا مشروع دي خدت بالك عشان خاطر بتبقى ايه، بتجمع كتير قوي في العربيه، خدت بالك؟ غير ميكروباص. عشان مشروع للناس كده تركب واللي يقضي مواصلاتها وكده والله. طب في بعض الكلام برضو زي كلمة جيني مثلا. كلمة جيني دي اساسا مقتبسة من الاستعمار الانجليزي. لا هو طول عمره عندنا هنا صداق، خدت بالك؟ عشان طبيعتنا ان احنا قريبين البحر المتوسط، وافقت عليها ناس من زمان جدا يعني. احنا نقول فلافل على الام مثلا، المسار يقول لك ايه على الناصية. احي وايو مثلا بتتقال امتى وايه اصلها اساسا؟ ايوه لما بيكون في مثلا حاجه عجباك او يعني مشهد جميل طلعت لقيتها يعني. احي لما يكون في مصيبه ضاع منك فلوس هتتضرب في البيت كده يعني. ايوه ده لما حد يكلمك يوصف لك مثلا حته وتبقى ما بعرفش توصل، تيجي يقول لك تقول له ايوه عليك انت ما وصلتنيش صح. ايوه على الزحمه بقى. جمله اسكندراني كده. هنروحوا فين النهارده؟ اسكندريه ماريه وترابه زعفران. هنروحوا الطرب بالليل. ايوه عليك يا باشا.